الفوبيا أو مرض الرهاب، وهو الخوف الشديد من أشياء معينة، وقد يكون في بعض الأوقات غريب وغير مبرر من بعض الأشخاص. وفي لحظة إصابة الشخص بالفوبيا تتسارع دقات قلبه ويضيق نفسه ويجف الريق، ويحصل العديد من الأعراض التي تدفع المريض إلى الابتعاد وتجنب ما يصيبه بالرهاب دون البحث عن العلاج. كما أن البعض يفضلون إخفاء إصابتهم بالفوبيا عن الاعتراف بها خشية الاستهزاء من بعض الأشخاص. هذه نقطة مهمة. قبل النقاش في هذه التفاصيل نشاهد هذه المادة المعلوماتية التي أعدتها الزميلة دينا النجار سويا. الرهاب أو عصاب المخاوف أو الفوبيا ثلاث كلمات تحمل المعنى نفسه في التعبير عن الخوف. المرض النفسي الذي يتزايد بالخوف من الأشخاص أو الأجسام المعينة أو بعض المواقف أو حتى التفكير بها. صنف مرض الرهاب إلى ثلاثة أنواع رئيسية. أولها الرهاب الاجتماعي المتمثل بالخوف من المجتمع وأفراده، وهو بالأساس ينقسم إلى قسمين: الرهاب الاجتماعي المحدد والرهاب الاجتماعي المعمم. الرهاب المحدد هو الصنف الثاني من أنواع الرهاب الرئيسية التي صنفها الأطباء إلى خمسة أنواع، تتضمن رهاب الحيوانات وطبيعة البيئة والظروف والدم، وكذلك الخوف من الإصابة بمرض أو الخوف من الأصوات الصاخبة. أما رهاب الخلائي فهو النوع الأخير من أنواع الرهاب المتمثل بالخوف من مغادرة المنزل أو المناطق الصغيرة، وهو ناجم عن الخوف من الأماكن العامة المفتوحة أو المكتظة والخوف من التلوث، وهو أشد أنواع الرهاب الذي قد يلزم صاحبه بالبقاء في المنزل. تظهر على الأشخاص المصابين بالرهاب أو الفوبيا الكثير من الأعراض، أهمها الهلع والعوارض الجسدية كالدوخة والارتجاف وتسارع خفقان القلب، كما يصاب بالاختناق والقلق والرغبة بالفرار. قد ينتقل هذا المرض بالوراثة، وقد يعالج بتقنية المعالجة السلوكية أو العلاج بالمواجهة المباشرة، والتي تعتبر من أفضل الطرق. ولا يقتصر العلاج على ذلك، لكن يمكن أيضاً العلاج بتناول الأدوية والمسكنات. أنواع مختلفة وعديدة للفوبيا، ولكن للأسف بعض الأحيان لما الواحد يصرح فيها أو إنه الذي حول الشخص يكتشف هذا الشيء يتم الاستهزاء فيه، ولا يأخذون على هذا الموضوع على محمل الجد. يعني صحيح، وكما شاهدتم مشاهدينا الأنواع العديدة من الفوبيا التي تحتاج إلى توضيح وتفصيل وللوصول إلى حلول معها، نستضيف معنا اليوم مشاهدينا ضيفتنا الاستشارية التربوية والنفسية الدكتورة نسيبة جلال. يسعد صباحك. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. طيب تعرفي دكتورة، إحنا لو تكلمنا على موضوع الرهاب يمكن أو موضوع الفوبيا، هذا يمكن مصطلح ما يعرفوه المشاهدين. إحنا نعرف الخوف العادي، لكن ما هو الفوبيا أو ما هو الرهاب النفسي؟ الفوبيا هي أو نحن بنقول عليها كمان أيضا الخوف، هو خوف غير منطقي في شدته وماهيته من جسم أو موقف أو حالة معينة. يرتبط هذا الخوف بمسبب الخوف، عندما يظهر مسبب الخوف تظهر مباشرة القلق لدى هذا الإنسان. طيب دكتورة، ما الفرق بين الخوف والفوبيا؟ طبعا هناك فرق. الخوف هو نلاحظ أنه خوف منطقي، يعني يظهر لدى الإنسان عند مواجهة موقف معين. فمثلا أنا بالنسبة إلي أخاف من السير في الأماكن، يعني في الليل، من صوت الكلاب مثلا الضالة، فهذا الخوف يدفعني أو ينبه جسمي إلى الابتعاد عن موقف هذا الكلاب حتى لا أصاب بالضرر. بينما الفوبيا نلاحظ أن هذا الشخص الذي يخاف مثلا من الكلاب يكون خوفه غير منطقي، فقد يرفض النزول إلى الشارع في الليل حتى ولو كان هو في حاجة إلى النزول، خوفا من أن يلاقي كلب ضال في الشارع. أحيانا حسب شدته هذا الخوف قد يرفض حتى الخروج من المنزل حتى في الصباح، هو يخاف بشكل غير منطقي من مواجهة مثلا الكلب. فالخوف الطبيعي هو خوف منطقي يدفع الإنسان للمحافظة على نفسه، أما الفوبيا فهو الخوف من
خوف غير منطقي يعيق سير الحياة الطبيعية للإنسان. طيب دكتورة، أنت ذكرتي لنا الآن مثال، ممكن تذكرين لنا الأمثلة أكثر عن أشهر أنواع هذه الفوبيا المنتشرة في بين الناس يعني؟ نعم. الآن ممكن نقول نحن نصنفهم إلى قسمين، الفوبيا البسيطة. أيوه. تظهر لدى الأشخاص في بعض الأحيان خوف من غير منطقي طبعا من الأماكن المغلقة، أو خوف من الحيوانات، قطة، كلاب، عناكب، أو خوف من الاجتماع مع الناس نتيجة موقف مثلا معين حصل له، أو أحيانا خوف من المرتفعات، يخشى هذا الإنسان من الصعود في مكان مرتفع. إذن هي أنواع عديدة وتشتمل على خوف غير منطقي. غالبا الفوبيا البسيطة ترتبط يعني بخبرات الطفولة المبكرة أو خبرات المراهقة بموقف معين، مثلا الأطفال عندما يخوفونهم من أني سأرميك في بئر الفئران منذ أن يكون صغيرا، يكبر هذا الطفل وتتطور لديه هذه الفوبيا أو الفكرة بشكل معين، تظهر على شكل فوبيا. أو أحيانا مثلا حبس الأطفال في غرفة مغلقة، في هذه الحالة ستتطور لدى بعض الأطفال فعلا فوبيا من البقاء في الأماكن المغلقة. هناك أيضا الفوبيا نحن نسميها أو الرهاب المعقد. أيوة. الرهاب المعقد تتفاعل فيه العوامل البيئية مع الوراثية، فتظهر لدى هؤلاء الأشخاص مثلا فوبيا، ولكنها يعني خوف غير منطقي من نفس يعني الأنواع الأخرى، ولكن تكون درجتها أعلى، وغالبا تكون أيضا أسبابها مرتبطة بالعوامل البيئية، تخويف الطفل منذ أن يكون صغيرا، أو أحيانا مشاهدة الطفل للأم وهي تخاف من موقف معين مثلا، مع إضافة كيمياء الدماغ، يعني بعض الأشخاص لديهم استعداد للإصابة بالاضطرابات النفسية. ويعتبر الرهاب الاجتماعي نوع من الاضطرابات النفسية، يتطور في مرحلة المراهقة ليتطور أكثر في بعد مرحلة المراهقة، ولكن أيضا يرتبط بخبرات الطفولة المبكرة، للخبرات القاسية التي تحدثنا عنها، عندما يعامل الطفل بطريقة قاسية تظهر لديه هذه المخاوف في المستقبل. والرهاب المعقد لا يظهر فقط كشكل خوف، وإنما أيضا يرتبط بالاكتئاب، يظهر مع الشخص أحيانا عوارض الاكتئاب. طيب دكتورة، يعني ما هو التأصيل النفسي للفوبيا؟ هل هو يعني بالضرورة أن يكون مرتبط مثلا فقط بمرحلة الطفولة؟ يعني كتأصيل لهذا المرض الذي نقدر نقول عليه معقد مثلا، لأنه فيه هناك أشخاص يعني للأسف يغمى عليهم حتى. صحيح. واللي حولهم مش مستوعبين، انت ممكن يحصل لك هذا الشيء، وانت تبالغ، انت بتبالغ، رد فعل يعني هذا شيء خارج عن ارادته يعني. صحيح. هو في الحقيقه مثل ما قلنا، الفوبيا البسيطه تبدا من مرحله المراهقه وتظهر على الشخص هذه الاعراض، الذعر الشديد والاعراض التي تحدثنا عنها، لكن هذا الشخص يعني لا يستطيع السيطره على خوفه، هو خوف غير منطقي، و يعني يستطيع طبعا علاج نفسه. معظم حالات الفوبيا تكون بسيطة، ويستطيع الشخص علاج نفسه بالعلاج الذاتي، أو أحيانا بالاتجاه إلى أخصائي نفسي. ولكن حالات الفوبيا المركبة أو الرهاب المعقد هو بحاجة فعلا إلى الأخصائي النفسي، فهذا الشخص هو يواجه بالفعل خوف غير منطقي، وهو بحاجة إلى العلاج السلوكي نحن نسميه المعرفي، حتى يستطيع السيطرة على هذه الأفكار التي تأتيه، لأن الفوبيا البسيطة لا تعيق حياة الإنسان، يستطيع الإنسان أن يعيش. مثلا شخص لديه فوبيا من الصعود في المصعد، أنا واجهت بعض الأشخاص عندهم استعداد يصعدوا 10 طوابق ولا يصعدوا بالمصعد. أيوة. هذا ارتبط بموقف حبسه مثلا فترة في مصعد. أنا حصل معي هذا الموقف، وفعلا وجلست يمكن 8 أشهر ما أستخدم أي مصعد، بعدين واجهت المشكلة وهي بسبب حادثة حصلت. صحيح. وقف ونزل بشكل سريع فخوفني وكرهت المصعد. صحيح. يعني كرهت أي شيء يخص المصعد. إذن أنت الآن شفيتي شفاء ذاتي، نحن نسميه في علم النفس الشفاء الذاتي، واجهت مخاوفها واستطاعت التغلب عليها، والكثير من حالات الفوبيا تكون بهذا الشكل، يعني يستطيع الإنسان بعد فترة مدة زمنية معينة. أيوة. أن يواجهوا مشاكلهم النفسية
نتغلب عليها، ولكن الفوبيا عندما يستمر بها الإنسان وتصبح شديدة نطلق عليها اضطراب نفسي، عندما تعيق الإنسان من ممارسة حياته العملية أو المهنية. طيب دكتورة، يعني نقدر الآن نقول أنه كيف نعرف أن إحنا مصابين أصلا بالفوبيا؟ يمكن أنا ما كنت عارف أنه إنها فوبيا، يعني كنت أقول يمكن شوية قلق خوف خفيف، لكن ما هي فعلا الأعراض والأشياء اللي تحدد أن الشخص هذا فعلا مصاب بالفوبيا أو الخوف الشديد من شيء معين؟ نعم، في هناك أعراض معينة تظهر على هذا الشخص، يعني مثل ما تحدثت قبل قليل حسب شدة هذه الأعراض. وبعض الأعراض عندما يواجه موقف معين تزداد لديهم سرعة ضربات القلب مثلا، أحيانا يصلوا إلى فعلا إلى الإغماء من شدة الخوف، يرتجف الجسم، تزداد ضربات القلب، تزداد سرعة التنفس لدى هذا الشخص، يواجه اضطرابات في المعدة. فبعض الأشخاص يقول لك مثلا يعني أنا غير مستعد مثلا للصعود إلى الطوابق العليا مهما كان الموقف بحاجة. بعض الأشخاص مثلا لا يستطيعوا الجلوس في أماكن مزدحمة بالناس، يشعروا بضيق التنفس. في هذه الحالة هؤلاء الأشخاص قد تعيقهم هذه الفوبيا عن ممارسة حياتهم العملية. كون الإنسان كائن اجتماعي هو معرض إلى أن يلتقي بالناس، وأيضا معرض مثلا إلى الازدحام في هذه المناطق. أيضا الأشخاص الذين يخافون مثلا من الحيوانات، الحيوانات موجودة في كل مكان، لا تستطيع أن تخفي جميع الحيوانات. فهؤلاء الأشخاص إذا ما استمر القلق لديهم والخوف غير المنطقي لفترة 6 أشهر هم بحاجة بالفعل إلى أن يعالجوا نفسهم حتى يستطيعوا العودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية. طيب دكتورة نسيبة، يعني يواجه الكثير من المصابين بالفوبيا من الخوف من بالاعتراف بهذا الشيء، يمكن بسبب الخجل أو بسبب أنه بعض الأشخاص لما يعرفوا أنه الشخص يخاف من شيء يزيد يخوفوا أكثر فيه. يعني فعلا، وهذه أحد الطرق اللي يستخدمها، يكون خايف من القطة فيجيبوا له قطة يقوموا قطة فجأة له ويتصير له مسكين حالة هستيريا. طيب ما سلبية ذلك أنه الواحد يخفي، أو كيف ممكن يساعد نفسه بالاعتراف أو بمواجهة هذا الشيء؟ هو حقيقة لابد أن نعترف بالمشكلة الموجودين فيها أيا كان الخوف من أي جسم أو حدث أو موقف معين حتى نستطيع علاج أنفسنا. فالآن يعني موقف اللي تحدثت عنه كتير جميل بالنسبة لنا، لأنك بعد فترة لابد أن تواجهي مخاوفك وتحاولي علاج نفسك حتى تعودي إلى ممارسة الحياة اليومية. الأشخاص الذين يبدأ معهم الفوبيا بدرجة بسيطة إذا لم يعالجوا ممكن أن يتحول إلى أيضا الفوبيا المعقدة في المستقبل. لذلك لابد أن نواجه مخاوفنا ونحاول أن نحل المشكلة الخوف الموجودة لدينا حتى لا تتعمق هذه المشكلة لدينا. الآن مثلا هذا الخوف في المستقبل قد يتطور إلى الفوبيا المعقدة. فالأشخاص الذين مثلا يخافون من المواقف الاجتماعية المختلفة، هؤلاء الأشخاص في الحقيقة في المستقبل إذا لم يعالجوا أنفسهم سيميلوا تدريجيا إلى العزلة الاجتماعية، والعزلة الاجتماعية لها آثار خطيرة وتدمر الشخصية. الإنسان هو بحاجة إلى الالتقاء مع الأشخاص الآخرين والتواصل معهم حتى يطور نفسه من جميع المجالات الأكاديمية والمهنية والاجتماعية. فالطفل مثلا الذي يخاف من التواجد الاجتماعي مع الأشخاص الآخرين، أنا بالنسبة لي أتتني حالة لطفلة رفضت الذهاب إلى الروضة لأي سبب كان، يعني حاولت معها أمها الكثير لم تستطيع مواجهة الأطفال والجلوس معهم، فأخذت هذه الطفلة وعرضتها تدريجيا إلى الروضة. طفلة درجة عالية من الذكاء، تحفظ وتقرأ أكثر من الأطفال الآخرين، ولكنها تخاف من الجلوس مع الأطفال. موقف صادم حدث لها، أخذت موقف فلم تعد تستطيع الذهاب إلى الروضة. الآن تعريض هذه الطفلة تدريجيا إلى الروضة مثلا بعوامل محفزة وبهدايا وبجعل موقف الروضة بالنسبة لها موقف محبب مهم، لأن هذه الطفلة سوف تستمر فيما بعد بالدراسة. إذا لم يتم علاج هذه الطفلة ترفض الذهاب إلى المدرسة. الآن تأتيني عدد من الحالات لأطفال يتمتعوا بذكاء جيد أو أحيانا عالي ويرفضوا الذهاب إلى المدرسة بأي شكل كان، هم لديهم خوف من التفاعل الاجتماعي مع الآخرين. لذلك لابد من حل المشكلة منذ الصغر حتى لا تتطور لدى هذا الشخص فتنتقل من الحالة البسيطة إلى الحالة المعقدة. صحيح، هو المادة المعلوماتية اللي طرحناها في بداية الفقرة ناقشت بعض الحلول اللي ممكن تساعد أو طرق العلاج، كان منها طرق
اللي انت دائما تقوليها هذه اللي هي العلاج السلوكي المعرفي. ممكن او المعرفي، ممكن تذكرينا كمان يعني ما هي الطرق اللي ممكن يعني نتبعها لعلاج مثل هذه الانواع من الفوبيا؟ نعم، هو اهم الطرق الان الوقايه خير من العلاج استخدام اساليب تربويه صحيحه في التعامل مع الاطفال. هذا في البداية صحيح. ابدا عقاب الاطفال وتهديدهم بانني سوف القي في بئر الفئران. للاسف انا تاتيني كثير من الحالات الطفل هو الذي يقول لك قالت لي المعلمه سالقيك في بئر الفئران، او لا يصح ايضا حبس الطفل في غرفه مغلقه او احيانا خزانه، وللاسف في وطننا العربي تستخدم هذه الاساليب في عقاب الطفل. اذا الوقايه خير من العلاج. الاسلوب الثاني وهو المهم التعريض التدريجي للشخص لمسبب الخوف. فالطفل مثلا الذي يخاف من القطه، وأنا أيضا أستخدم هذا العلاج، لا يصح أن أمسك القطة وأرميها في وجه هذا الطفل، قد تحدث لديه مشكلات أخرى، رغم أنها أيضا الغمر نحن نسميه أحد أساليب علاجية قد تنجح مع بعض الأشخاص. مثلا الأشخاص يخافوا من الماء يحملوا الشخص ويرموه في الماء، أنا لا أحب هذا السلوك أو هذا الأسلوب أبدا، وإنما أسلوب التعريض التدريجي لمسبب الخوف. مثلا الطفل يخاف من القطة، أجعله يشاهد شخص يلعب مع القطة من بعيد، فيما بعد أمسك بيده وأجعله يمشي قريب من القطة، تدريجيا أجعله مثلا يلمس القطة، أقول له ملمس جميل. إذن التعريض التدريجي للموقف المسبب للقلق هو يعني سبب جعل الكثير من الأشخاص يشفون يعني تاما شفاء تاما من هذه الفوبيا، ونحافظ في ذلك على صحتهم النفسية. طب دكتورة، في شخص ذكرت موقف حصل في الفيسبوك، شخص كتب انه انا ندمت ندم شديد اني قلت للناس انه عندي فوبيا من شيء معين. نعم. لانه من يوم هذا الشيء فالاشخاص جالسين يخوفوني بالشيء اللي انا اخاف منه. صحيح. فنصيحه يا جماعه، لا تقولوش انه عندكم الخوف من حاجه معينه. ما رايك بهذا الشيء؟ نعم، الان مجتمعنا بالعموم لا يؤمن بالامراض او المشكلات النفسيه. أيوة هذه المشكله يعني. وايضا يبدا بعلاج المشكلات، يعني هم من باب التطوع يبدأ بعلاج مشكلات هذا الشخص أحيانا بأساليب خاطئة، وقد تسبب بالفعل يعني زيادة في مشكلة هذا الشخص. فالآن عندما يعترف أي شخص بأنه يواجه مشكلة معينة، لابد من تشجيعه على حل مشكلته، ولكن بطريقة تدريجية. دائما الأسلوب التدريجي في حل المشكلات هو مهم. فبداية هو اعترف بالمشكلة التي يواجهها، وهذا نصف الحل. نحن نعتبر الشخص الذي يعترف بالمشكلة خطوة شجاعة ونصف الحل، ولكن مساعدة هذا الشخص بأسلوب صحيح في التعرض التدريجي للموقف الذي يخاف منه هو يستطيع الشفاء. يعني والآن أنت مررت بهذا الموقف، والكثير منا مر في هذا الموقف، والدراسات العلمية تؤكد أن معظم حالات الفوبيا تكون بسيطة ويستطيع الإنسان تجاوزها قبل أن تنتقل إلى فتصبح فوبيا معقدة. بعض الأشخاص لديهم قوة أو صلابة نفسية يستطيعوا تجاوز الكثير من المشكلات النفسية، ولكن علينا أن لا ننسى أن بعض الأشخاص لديهم هشاشة نفسية نحن نسميها، لديهم ضعف في كيمياء الدماغ، قد تتطور هذه المشكلة لتصبح مشكلة أعمق إذا لم نستطع التعامل مع هذا الشخص بشكل صحيح. لذلك لابد أن نوعي المجتمع بأهمية دعم الأشخاص الذين يعانون من مشكلات معينة، ومساعدتهم على تجاوز مشكلتهم بأسلوب صحيح حتى لا تتعقد مشكلة هؤلاء الأشخاص. يعني المجتمع أنا أعتقد أنه كمان لازم يكون له وعي بهذا الموضوع، لأنه والله العظيم أنه يتم استغلال الشخص الذي بيعاني من الفوبيا بشكل سيء للأسف. والأسوأ لما يكونوا أطفال يعني. صحيح. طيب ما هي المضاعفات اللي ممكن تحصل لهؤلاء المصابين إذا لم يتم الاعتناء بهم؟ تتطور مشكلة الفوبيا البسيطة في بعض الأحيان لتنتقل فتصبح الفوبيا المعقدة. في هذه الحالة تؤثر سلبا على تطور الشخص اجتماعيا أكاديميا. من أهم أنواع الفوبيا الرهاب الاجتماعي، يبدأ في مرحلة مبكرة أو أحيانا في مرحلة المراهقة، وهو الخوف من التفاعل الاجتماعي مع الأشخاص الآخرين. يعني هو يبدأ كذا بشكل خفيف، إنه يعني الطفل مش قادر يتعامل مع أطفال آخرين. صحيح. إذن التعامل بشكل سليم مع هذا هؤلاء الأشخاص جعل الكثير من الأشخاص يتجاوزوا هذه المشكلة ويبدأوا. أنا لدي العديد من الحالات الآن سواء في المدارس أو أحيانا في الجامعات يكملوا حياتهم الأكاديمية وفيما بعد حياتهم المهنية بشكل صحيح، وتختفي هذه المشكلة لديهم. حتى لو كانت مستمرة معه لحد أيام الجامعة يقدر يتجاوزها بعدين.
الآن أنت اللي تتحدثي إذا تحولت الفوبيا إلى الفوبيا المعقدة. أيوة. هي ترتبط الفوبيا المعقبة أو الرهاب الاجتماعي للأسف أيضا بمشاكل أخرى نفسية مثل الاكتئاب. في هذه الحالة لابد من أخذ مشورة الطبيب النفسي، وغالبا هؤلاء الأشخاص يأخذون دواء. أنا لدي حالة من الاكتئاب ولديه فوبيا من الحالات التفاعل الاجتماعي من الآخرين، استطعت تشجيع هذا الشخص وهو شاب في العشرين من عمره على التفاعل الاجتماعي من خلال يعني نصحه بالذهاب إلى الحديقة لمدة مثلا 10 دقائق يوميا، ثم بعد ذلك 20 دقيقة، نحن نزيد الفترة تدريجيا إلى أن يستطيع الشخص قادر على التفاعل الاجتماعي مع الأشخاص الآخرين، مع العلم أن هذا الشخص سيبقى لديه مشكلات أو اضطرابات نفسية ولكنها بسيطة، يستطيع فيما بعد هذا الشخص الذهاب إلى الجامعة وإكمال تعليمه عندما يستطيع السيطرة على مخاوفه غير المنطقية. يعني رائع جدا دكتورة موضوع أنه هناك حل، يعني نستطيع أن احنا نتلافاه من البداية لهذه المشكلات، ونتمنى من الأهالي بالأخص مع الأطفال التعامل مع هذه الأمور بروية وبهدوء. وحبيت طريقة يعني التعرض التدريجي إلى أن يصبح الطفل شجاع وقادر على التعامل مع أي نوع من أنواع الفوبيا. دكتورة نسيبة جا، شكرا لتواجدك معنا في صباح بلقيس. يعطيك ألف عافية.